الحمد لله على السلامة. يسلمك ربي ويخليك ويحفظك. يعني صدق أبي ما عملك بالدنيا بعد جاب لي طبق أغنية قال أم أمها كن أنت كان صدق طبق أغنية حبيبي جاني غباشي صدق جانا على الغبشة الغبشة أنت الغباشي اشتقنا لك والله العظيم ما أدري ناجر منو ما أدري داحر منو ما أدري داحر منو أدور أواك غير والله وتعلمت وايد اشياء من غيرك اوه إيه تعلمت دروس دروس بس واي والله العظيم تخيل يعني ما بقول لكم هالكلام بس والله العظيم من غيره والله كرهت البيت يعني لا تشوفون شلون خلود صغيره ما بيها توخر من يمي من كثر ما هي تشابهه والله والله من كثر ما هي تشابهه ما بيها تروح ما تقول لي فيجي ما يخالف اعطيها اكل ولا لا اعطيها اكل يعني انا وخلود الصغيره صرنا رفيجات يعني خلاص بسبت انك رحت كانت كله وياك حبيبي ما عندها انا بس من الصبر ايه اجاني غباشي وخذ خلود الصغيره وانا شنو ثلاجه رماديه عمرك حبيبي ربك يا عمري عمري وبقول لك شنو تعلمت من غيرك تعلمت الصبر اسوي هداك وتعلمت تعلمت طولة البال وتعلمت ان انا اكون في البيت يعني بغيابك من غير شر ان انا اتقمص دور الام والابو وتعلمت من زمان متعلمة هالشي بس تأكدت من هالشي ان الدنيا ما تسوى بدونك والله العظيم ان ادور اتهاوش مع من اتناجر مع من وداحر من يوم ما وبعدين تخيلوا يعني مو قاعد والله العظيم ويدشون علي دايركت يقولوا لي خلود ايش ما تصورين اكل ما اقدر اكل بدون امين مو يمي وصرت يعني ما قاعد اكل وايد زين حتى ساعتي والله صارت وسيعه علي امين طالع والله كانت ضيجه وكنت افكر اضيف عليها على قال عشان تصير كنتي الحين لا والله العظيم شوف شوف هي رديت انا بتاكلين اليوم بنروح ناكل عيش ليش تاكل عيش صار لي كم يوم الحين مو صار لي كم يوم انا لما اسافر ما احب اكل عيش الا بالكويت قول والله والله بالكويت بس انا كذي اي بالسعوديه بعد اكلهم حلو العيش ينن لذيذ يعني متفائل انا اسبوع ما اكلت عيش مخي تشيس اوه بندول اليوم طلع لي مطعم عيش ادب فيه يلا يلا نروح بعد شوي يلا نخلص مشاوي نكمل موضوع شنو تعلمت لما امين سافر امين شلون قلبك طاوعك تسافر تخليني انا اقول لك مو قلبك طاوعك خلنا تحكي انزين لما بغينا نروح عمان انت قعدت مع منو؟ مع خلود الصغيرة صح رحت عمان رحت عمان سوي تغطية ما سولفت لنا احنا عمان خلنا تحكي الحين يلا 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 والله مشتاقت لك ابي اقرق وايد اليوم رحنا عشان نسوي تغطية انا وخلود خلود اعتذرت انا رحت يعني انا وخلود واحد وخلود تروح انا اروح كلنا واحد حتى اهل عمان قالوا هالكلمة استقبلوني احلى استقبال وانا الفندق قاعد طالع البحر انا كذي عشان بالليل الحفل لا بالليل الحفل ثاني يوم بالليل عشان بالليل الحفل عشان بالليل الحفل كان حاطين فندق بمكان كله يخوت وشي كان اصور قلت اهل ويختي هني موجود كان دقيت سلف نزلت شنو بحر لان انا اعشق بحر عمان الف لهم شنو شفت الماي شيخه الوكاد لا قول سولف قطيت النخزه كان الدق علي صاحب التلفنت الله يوفقه ويحفظها يا رب كانت تقول لي الحين يا لك يا اخت لا ما ابي اخت انا بغوص ترى اهل عمان والله عسل ورب الكعبتين انهم يعرفون عليكم قالت لي انزل الحين راح ياخذك من الريسبشن قلت انا ما ابي اخت ابي غوص يعني الغوص يا اخت مو ذاك الزاد راسه تبي لك شيء مبطن عشان تستانس خذيت ربعي وياي ورحت اي سنه ذوك كان نايم راحت عليه خذيت كم واحد خذيت واحد يعني خذيت دكتور توني اشوفه كان جاي حق عيسى عرفته بالسفره قلت له امشي وياي انا عيسى نايم امشي وياي قال لي يلا وين ما يحب البحر كنا هو ما يحب الغوص كذي خليته ينصدم قال لي شو هاي بس شو شفت تحت في الماي اللي امين رحنا شرد ما حد يغوص ما حد يغوص كله من الهيدر ما حد يغوص الا انا ومن وراء اليخت نزلنا عند اكبر طبعانه بالعالم شنو هي طبعانه؟ يعني نفس تايتانيك كذي هذه نفس جغجغ نفس تايتانيك غرقانه كذي حطيت ايدي بيدة الكابتن الثاني ما رضي ينزلني لان ما عندي 30 متر هذا قال لي قلت له بالبيت قال لي لا لازم اشوف بعيني كان اقول لك
هذه العود ما عندنا 15 متر، قلت له خلاص نزلني بس 15 متر والبحر جلات نزلني. كان يقول لي اوكي، لقيت ايدي بايده نزلنا. انا اشوف هذاك هايني من بعيد الرصاصي، هذا اللي جاي الرصاصي يا قسم بالله والله ما انزل عليكم بحر. الرصاصي من تحت ابيض طق واحده ثنتين، انا حاشني فوبيا بيغمى علي. واقول يا امين انا رايح اتفلسف، سمع انا رايح اتفلسف ابي الخروش ما اشرد انا اشرد انا ما والله العظيم كان شارك يمين يسار كان اعطيه فول بم فول بم يعني ينتفخ هذا عشان تصعد جاكيت واصعد اشرد شلون يمسك ريلي واريد اشرد بيك شلون يمسك ريلي وانا اطفل يما وانا ارفس فيه ويمسك ايدي ارفس فيه واخر يقول لي ما يصير يشوف يعني شي طالع من هذا اذا طلعت بسرعه يمكن ياكلك مو ياكلني الرئتين تنفجر اي ما يصير تطلع بسرعه يصير بعد تنفجر ولا ياكلني يصير اير امبوليزم في الدم اذا خلت تنفجر ولا ياكلني واضح خلنا نشتري من ريال فوط رزق الله زين شرينا فوط ها حق المطبخ وهذا عشان نمسك فيه الجدر يوم في المطبخ حق اليخت حق الجدر اليوم مالي. اليوم بنسوي اكتيفيتي نسوي شيء مختلف نشتهي دياي مشوي لا بسيط وباكل الوكاد ما في دياي بالبحر كان اقول له يا حبيبي انت وين جايبنا كان يقول لي ما يسوي لك حاجة كل يوم احنا حاجة وايد كلامهم كل يوم احنا نتسبح معهم قلت له تسبح بروحك زين قلت له ودني قال تبي تشوف سلاحف قلت له هذا يتغشمر والله قسم قال تبي تشوف كمية سلاحف أكواريوم ها؟ ايه قال تبي تشوف وناس قلت له بس مو عمق قال لي 200 كان نزل عدة مستانس انا وانزل بشرب له سالفة وتلف عليه كبار؟ كبار قسما بالله الشام هالكبرى يعني شيء خيال شيء خيال شيء كذي جنة ما شاء يو كل السمك شفتي هذا الأساميهم السفر هذول السمك شو اسمه نيمو الحين الناس مستانسة تحت وأنا أفكر آخذ نيمو هذا وأبيعه والله العظيم وايد عرفتي أفكر شلون أصيدهم وأتاجر فيهم شيء خيال قالوا يعني أقول ما يبونهم أنا خلصنا من هذه ردينا ويروحون يبون لي هالغدا المندي السنة ويبوا لي هالحلو ما شفته وقلت له ابي حلو والله دزيت ما قصر معي يعني حلوة. ناس تخيلي يا خلو شنو هذه الحلوه الحلوه العمانيه الملكيه اللي بالعسل سمعي خلاص شنو يمكن من احنا خلصنا كل شيء خلصنا ايش اسمه خلصنا رحنا الحفل استانسنا خلصنا سوينا التغطيه وانا رادين كان ايش يقول لي في حفل بمصر كان قلت ها قلت ما ود خوفك يقول حق البيت يقولون يخليك البيت انا بيت انا بيت يقول خليك لا ترد الحين انا صرت بيت المهم كان اكلم خلود رفض انا قلت انا مو سوي قاعد بالغرفه قاعد طالع لان استانسنا يعني شفنا عرفنا بعض بالسفره انا اعرفه اسم زمان ونعم فيه بس بالسفره تعرف انت شنو الشخص اللي تتعامل ونعم الاخلاق ونعم التربيه احنا يا الاهل هم بعد نعم والله والنعم بالعكس فقلنا خلينا نسافر مكان ثاني مصر كانوا يدقون هذا خلود يعني ما يعني قالت لي حبيبي روح استانس اي والله والله العظيم قلت انا مو مستوعب قاعد طالعهم كذي مصدق فقلت ها والله ما ادري هي قالت لي بس انا ما ادري من قلبه ولا لا كان اهز على طول بالليل بنسافر ثاني يوم بالليل كان حبيبي خلاص لا تسافر قلت له انا حجزت فندق حجزت طيران مو حاجز قص علي ادري حاجز فندق انت امين احنا يعني مشتاقين انا وبنتك مشتاقين لك ومش عارف ايش اسمع خليني اقول لك سمعي كان قلت له والله انا حاجز وانا قاعد اتكلم حق رايل اذا قلت لهم لا راح يقولوا لي مرتك ما تخليك ها كان راح يقول كان يقنعون بعض كان تقول لي خلاص حبيبي روح سافر وياهم بالطيارة تمينا نضحك عليكم بالعافية زين سناباتكم تينن سنابك يضحك كنت وايد الكل يسوي لهم مصر تسويت مصر قسما بالله يا بلد انا وقفنا في شارع مصر انا عيسى سويت تفتيش بمصر انا سويت روحي وزير الداخلية مال الاردن عرفتي؟ شو هذا الزلمة زين جاب الاردنية
حسنا وناسا. عليكم بالعافية. سناباتكم انت الهرمات 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 حتى للساعة 4 تحدى اي بني ادم يروح فوق الساعة 4 دشينا الساعة من الساعة 4 قعدنا من الساعة خلينا خيول ونكفخ خمر الشباب جهز لنا الوضع كنا نسوي سباق ارتغل ما ارتغل تيري خلط وانا هي تهاوش خلصنا كان الغواج شو رايك ندق لنا خيلين اول مره تقول لي تم قلت له تم قطيني تعرفون ان وقت الوناسه الواحد كل شيء بيسوي انا باخذ خيل من الامارات هذا بتاخذ مني من انا يعني خيل من الاردن هديه بيبه حق خلود كذي حق خلود صغيره تلعب انا مالي باخذه من الامارات وين تحطه شنو بالمزرعه يا دلي مزرعه ولا خلصنا استانسنا في الناقص يعني ختمنا مصر من ثلاثة أيام كان يقول الشباب نبغى الشرب قلت لهم لا 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 ستوب لا عاد ستوب من يبي يروح شرب بأواز يا أخي سوي كنا بنسوي فيديو شرب يعني ترى هناك وايد حلوة إيه كنا بنسوي والله أجواء تينن عن شرب أنت تعرفين البحر ماله ما يحتاج وتدري رايلت غواص رايلت شنو غواص متوغاص صار له يومين قام صار لي غواص زين هذا حقية الدمرة اي اقول حق خلود اني بروح اغوص والله لو قلت انا ما قلت لها زين لو قلت لها اطلع لك من البحر اطلع لك من البحر قسما بالله والطريق هذا كل ما يدق جرس الفندق اطالع من عين ناطرج واقول لك شيء ايه تخيلوا ثاني يوم ها لما كان في عمان وقال بروح مصر وانا شي قاعده ولا اسمع صوت هورن هورن فاجئني هاي اللي هاي صوت الفراري ولا هذا سيكل اليهال قاعد يلعبون عبالي فراري والله يعني. العظيم يا خلود كل ما ادق الباب زين وين الحلوه في البيت كل ما ادق الباب والله ما يبي لها الباب شفت الحب شلون كل ما ادق الباب اقعد اقرب شنو بطلق خلود وانا كل ما اسمع صوت عبالي سياره امين بس ما عليها جو تزمين علي ترى هيجي من المكان احنا عبالنا مركبين لا معروف اخوي مال امريكا بروح اسوي انا معروف هذه طبعا في شغله بقول لكم عنها امي من زمان معلمتنا عليها يعني وهم دقت ووصتني انه اذا عندكم احد مسافر مثلا نخل بسم الله عليها خلود صغيره لا سمح الله مثلا مرضت سخنت طاحت تعورت قولي خلود مو دقين تقولين حق امين الحي عليه خلود صغيره مثلا طاحت لا تقولين اللي مسافر خليه لما يرجع بعدين خلاص يعني بعدين. هو مسافر ايش بيسوون ايش بيسوي كذي فوايد هذا الشيء علمني والله العظيم لا يعني انت مسافر ادق اقول لك والله خلود مريضه بيضيق خلقك لا انا من ناحيتي لان اقرب طياره اكون ادري بس انا ليش اضايق خلقك دام انا وحده عاقله وفاهمه ودارسه واعرف اتصرف فهمتوا شلون؟ لا لازم اذا شيء كبير شايد ما يخالف بس طبعا بالتدريج بس يعني اذا شغلات بسيطه انزين خل اقول لك الحين خلود الصغيره شنو سوت؟ خلود الصغيره كل شوي تجي لي طالعني اليوم يا يعني مدروس اي ولا تسوي كل والله كل ما تشوفني قاعده شي قاعده الله يخلقي تجي تقول لي بابا اثنينكم تقطم مواويل حق بعض خلي الطبق مستور اللي فيني مكفيني وكل شوي تمسك صورتك كم يوم سافرت اربع ايام كم يوم اربع ايام اي والله يا قلبي صغيره اكثر من اربعه صدق اي أربع أيام يوم بعمان وثلاث أيام بالهذا في أشهر والله حسيت أنه 100 سنة شفت شلون؟ والشباب اللي وياي ونعم ولفت نعم يعني إيه. وايد استانست يوم شيء عليكم بالعافية احنا شلنا بعض عرفت عليكم بالعافية وناسة والله خلود صغيرة تدري لو مصورت لك إياها شلون تبوس صورتك وهذا كان رجعت بأقرب طيارة سنابات أمين ما شاء الله تينن بالسفرة والله انت اللي تنينني يا عيال كل مرة سافر دام شي بتقرق هالكثر يلا الحين بناكل خلصت طاقتنا